بما اننا بنتكلم عن المرور قررنا ان احنا نستضيف احسن ناس بتسوق في اغرب ظروف في العالم المصريين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال. ماشي ايه ازيك يا باشا؟ طيب طيب شكرا. منور استاذ مدحت. منور بيك يا فهمي. وانت حلو. اسلام حبيبي يا فهمي. بقالكوا كام سنه؟ انا بقى لي 20 سنه. وانت حلو. 30 30 3 سنين. 3 سنين 3 شهور. 3 شهور. اتفضل انت يا اسلام. فاجئنا يا اسلام. اسلام جاي عشان هو صاحب حلمي. متجوز وعايش هنا؟ انا عايش هنا. فترة دراستي هنا وشغال هنا. بتشتغل ايه بعد الدراسه؟ انا بشتغل استشاري قانوني تبع مشروع تبع الاتحاد الاوروبي مع هيئه المانيه. بتسوق هنا؟ يعني مش محتاجين، يعني برلين مدينه كبيره فيها كل الامكانيات اللي تخليك تروح من مكان لمكان بسهوله جدا بكل الوسائل، يعني من القطر للاندر جراوند للاتوبيس للترام. مش محتاج بصراحه ان انا اسوق. هو لما بتيجي تسوق بتحترم نفسك ولا مقضيها زي مصر؟ انا يعني مش بسوق، بس يعني لما بركب بحترم نفسي. انت حلمي بتسوق ولا بتسوق في مصر؟ بسوق لالمانيا. ما جربتش خالص تسوق؟ سوقت في الجنوب يوم واحد على الطريق السريع بس. مش حلمي عنده حلمي ولا عجل حتى بيتحرك بطريقه ثانيه؟ لا انا بركب عجل هنا في الصيف، يعني لما يكون الجو حلو. الشيء طبعا برد شويه، لكن في الصيف بركب عجل عادي. في هنا شو الموضوع بيمشي بالحب برضو كده؟ امين الشرطه ياخد 20 جنيه يتكرمش له 5 جنيه في ايده، ولا ده ما بيحصلش؟ ما فيش طبعا موضوع رشاوي ولا موضوع اللي هو الحبي او العلاقات او انا اعرف الاستاذ فلان او الضابط فلان يبقى جاري او يعرف مش عارف مين صاحبي. الحاجات هنا ماشيه بطريقه رسمي خالص. يعني افتكر مره مثلا كان في بايرن، نتيجه ان بيك باور كان هو اللي بيسوق وكان بيسوق بسرعه، اتنين ضباط من كانوا في الوقت دوت موجودين شافوا البطاقه بتاعته، شافوا ان هو بيكن باور اللي هو يعني رمز الكره الالمانيه، فتغاضوا عن ان هم يديله مخالفه، فده تعرف للصحافه رفضوا الاثنين ضباط بسرعه من غير تفاهم، يعني اوفر من غير تفاهم رفضوهم من الشغل نتيجه ان هم شخص زي بيكن باور عملوا له استثناء. فدي ودي حاجه معروفه، دي قصه معروفه. يعني انا سايق هنا بقالي اسبوع من غير رخصه والله. فاهم يعني انت محظوظ، ربنا بيحبك. حلمي لو عندكم الرئيس معدي او الوزير معدي الطريق برضو بيقف ساعتين ثلاثه كده؟ هما بيوقفوه لغايه ما يعدوا وبعد كده بيفتحوه تاني بسرعه، يعني بس عشان ما يحصلش تكدس ولا حاجه. ازاي بتتعاملوا في الاشارات هنا من غير عسكري مرور؟ يعني بتفهموا الاشارات ازاي؟ اول حاجه عادي جدا ان تلاقي فصل في الحضانه طالع لابسين لبس فسفوري ومعاهم ضابط بوليس واخدهم رحله في الشارع يعلمهم احترام المرور ويعلمهم الاشارات، وعندهم بعض الاغاني للاطفال اللي فيها يتعلم ازاي احترام المرور، الاخضر تعدي بسلام، الاحمر يعني موت، الاصفر استعداد. فطبعا لما بيكبر بياخد كورسات ثانيه على مستوى المدرسه الابتدائي او الاعدادي او ما الى ذلك، فاما بيجي يعمل رخصه عمره ما بينسى اللي هو اتعلمه في المرحله الاولى دي. الحاجه الثانيه انه هيدفع غرامه، فده بيبص طبعا انه لازم يلتزم عشان ما يدفعش غرامه. الحاجه الثالثه انه بنتسجل عليه في حاجه نظام كده اسمه نقط في مدينه اسمها فلينسبورغ. اي واحد بتاع معاه رخصه بيبقى عارف موضوع فلينسبورغ، ان ديت المركز المروري الخاص بالمانيا كلها، ان اي حد بيعمل مخالفه بتسجل له بتسحب منه نقط في فلينسبورغ، وفي نقط حد نقط معين لو وصلت ليها معناها ان انت غير قادر على السواقه لمده سنه او سنتين ممكن تتسحب منك الرخصه. ثم لو على سبيل المثال لو انت شارب كحول وسايق واتسبب دوت او مخدرات وسايق او عملت حادثتين ثلاثه وانت اللي غلطان ورا بعض، بالتاكيد في مشكله عندك. الدوله موفره امكانيات كبيره في الشوارع ان الناس تمشي بطريقه سلسه، بما معنى ان في اشارات مروريه فعلا التركيبه الالكترونيه بتاعتها منظمه. في تاني حاجه الشوارع مسافلته بطريقه انه يوميا او شبه اسبوعيا في ضابط او موظف في الامن مخصوص بيعدي على الشوارع كلها برجله بصفه اسبوعيه، بيشوف الحفر الصغيره نتيجه المطر ونتيجه الميه نتيجه الحر. انا تعبت من الكلام ده اصلا. ولو في حاجه والله كفايه. بس ساعات برضو بتحصل مثلا تروح للشارع تلاقيها حمراء ومفيش عربيات جايه، تقوم معدي تقوم ناس معديه وراك، ان هم مستني حد يغلط ويغلط وراك بس محدش هو اللي هيطلع الاول. حلمي انا كان في سؤال هساله لاسلام، بعدين اكتشفت ان انا غبي جدا. نظام الباركنج هنا
الركنه عندكم ايه نظام؟ يعني اغلبيه الباركينج هنا لازم تدفع فلوس على حسب الوقت اللي انت راكنه، لكن في شوارع برضو ممكن تركن من غير فلوس، بس اغلبيتهم لازم تدفع على حسب الوقت اللي انت راكنه. بس مفيش سايس، مفيش حد بيقول هنا مفيش كده. اسمها ايه العربيات اللي هنا؟ درايف ناو ولا اسمها ايه؟ درايف ناو. في كار شيرنج كمان، لو انت ممكن تاجر عربيه مثلا ساعه ساعتين وتسيبها في اي حته وحد تاني ياخدها ويدفع الوقت اللي هو ياخده فيه. حد تاني ياخدها خالص، احنا عندنا مصر ناخدها ونطلع بيها اسكندريه ونسيبها هناك. اه لا، عربيه غريبه جدا فعلا، بالكارت بتاخد العربيه بالكارت وبيحاسبك على عدد الساعات بالظبط اللي انت اجرتها فيها. دي هايله، هي مرتبطه بالجي بي اس، تعرف مكانها فين بالظبط، ابعت التليفون بتعرف مكانها فين، بتحجزها وبتروح تركبها وتمشي. تفتكر لو الشعب الالماني جه عاش في مصر هيلتزم بالمرور زي ما هو بيعمل هنا، ولا هيمشي عكسي عادي جدا وهيركن صف تاني هو؟ والاهالي هيخبطوا في بعض من اول يوم يعني. يعني ممكن يحصل، لان هم برضو هنا بيلتزموا نتيجه ان في غرامه بتدفع. بالظبط، هيبقوا اسوء مننا، ممكن يكونوا اسوء مننا يعني، ممكن يرموا زباله في الشارع، ممكن ما يلتزموش. بس هنا الدوله يعني الفرق، هنا الدوله بتقدم لهم ازاي يلتزموا، وفي مصر طبعا ممكن ما تكونش الحاجات دي متوفره. يعني لا الشوارع متوفره ان انت هتمشي بسهوله، ولا في قوانين عامه تحكم حركه الشارع، وفي نفس الوقت هيتعلموا مننا حلو جدا يعني، هيتعلموا مننا بسرعه ازاي يبقى في كاوس يعني. كان معايا دكتور الماني وعايزني اوديه الاهرامات، فكنت واخد بالعربيه، بعدين مشينا على الدائري من التجمع للهرم، بعدين قال لي هو انتوا ما عندكوش حارات؟ قلت له لا، ده الطريق قشطه يعني زي ما انت عايز. بعد كده مشي لقينا ناس عماله تكلكس، فبيقول لي انتوا ليه بتستخدموا الكلاكسي كتير هنا؟ قلت له لا، احنا ممكن نشتم بالكلاكسي، ممكن نسلم على بعض بالكلاكسي. ما وحشكش الركنة صف تاني؟ والله يا وزير وحشتني الركنه الثالث ورابع كمان. ما حشكش المشي عكسي؟ هو انا ما بسوقش هنا، بس يعني في طبعا الواحد بينبسط وهو ماشي. في صفات بيحطوا على النمر لا نسر ولا على بتاع اللي هي بتاعت المستشارين والحاجات دي، مش موجوده خالص. ما بيستغلوش هم الحاجات دي. النمر نمر على الناس كلها، ما تفرقش بقى ظابط مش ظابط، ما تفرقش.